وانا اسف. والحقيقه الموضوع مهم فعلا، وزي ما نوادك كانت بتقول من شويه، احنا كتير اتكلمنا قبل كده عن التفصيله دي ومدى اهميتها، ان هو امر كان لازمنه مش قليله يكاد يكون مهجور تماما، وشفنا له انعكاسات سلبيه كتير، لكن ابتدت الناس يعني تاخد بالها في الفتره الاخيره من اهميه التاهيل النفسي لكل اللاعبين. عايز استاذن حضرتك ان احنا نبتدي بواقع حصلت مؤخرا، اكيد حضرتك تابعت ماتش الارجنتين والسعوديه، واللي سمعناه بعد كده واللي صرح بيه هو شخصيا حارس مرمى الارجنتين، وقال انه بعد الهزيمه اللي تعرضوا لها من السعوديه هو حس بهزه نفسيه ما نتج عنها، ان هو كان بيتواصل مع طبيبه النفسي عشان يحاول يخرج من هذه المحنه زي ما هو سماها، فده يورينا اكيد الى اي درجه هذا الامر مهم. هو طبعا انا احيي هذا اللاعب على الشجاعه، لان في العالم كله هذا الموضوع موجود، ولكن مش كتير من اللعيبه بتصرح ان هم بيروحوا لحد وان هو بيعمل لهم الاعداد النفسي. ما ده لاعب مش مصري، ما انا عارف. ما هم بره ده عادي، دي الثقافه بتاعتهم. ولا وحتى بره يعني مثلا ليفربول عندهم واحد في جوه الجهاز الفني، ولكن غير مثلا لعيب زي رونالدو هيبقى معاه حد، بس هو ما بيقولش ولا هيقول انا كنت بروح، تمام؟ ممكن تلاقي ميسي معاه بس مش هيقول. يعني الثقافة ان الواحد يعلن انه بيقول هذا الموضوع، لان في بعض الثقافات اللي بتعتقد ان هذا الموضوع لما اروح اقول ان انا رايح لحد معد نفسي يبقى انا عندي ضعف في شخصيتي. لا بس معلش، ممكن اختلف سنة يعني. انا ما بشوفش ده بره خالص، انا بشوف ان اللعيبه بتصرح بده. على فكره كريستيانو تحدث اكتر من مره ان هو عنده التيم بتاعه الخاص وعنده دكتوره الخاص وما كانش محرج. يعني الفرق في الثقافات يا دكتور، احنا عندنا ده في مصر لكن في الخارج لا خالص. بص يا ولد حضرتك، حاجه هو جزء من التيم بس هو ما بيقولش، هو بيقول انا عندي في التيم بس ما كانش بالشجاعه بتاع عمر ما رونالدو قال انا كنت قاعد النهارده مع المعد النفسي بتاعي او ميسي قال الكلام ده. هو يعني موجود يعني ده يعني شيء احنا عارفينه بغض النظر عن تصريحهم من عدمه. يعني هل الثقافه نفسها، تعالى نتكلم حتى عندنا احنا في مصر من قديم الازل، وحضرتك اكيد ادرى مني بكتير، ان في ناس كتير لما لو حد قال قدامهم ان هو رايح لطبيب نفسي بعيدا بقى عن الرياضه خالص بيبصوا له بصه ان انت لا ده انت مهزوز نفسيا، ده انت عندك مشكله نفسيه او عصبيه، وممكن مخهم يوصل لمرحله انت عندك يعني مجنون بشكل او باخر. ده اللي عايز اقوله، الثقافه دي اتغيرت عندنا مجتمعيا؟ ثقافه ان انا اروح لحد طب نفسي اعتقد ان هي تغيرت مجتمعيا، ولكن الثقافه عند اللعيبه ما زالت لسه في البدايات. يعني ما اقدرش اقول لحضرتك، يعني انا من خلال شغلي بيجي لي بعض الناس في لعيبه في الاسكواش، لعيبه في التنس، يعني ابتدت الثقافه ان هو تنتشر شويه وتتغير. ولكن مثلا حضرتك هذه الثقافه موجوده في قديم الازم في العالم، اشهر واحد واتكلم عنها وعمل عليها دعايه جدا جوردن بتاع الباسكت، وقال لك انا جيت ان هو مايكل جوردن، قال لك انا جيت ان هو وكان معايا الفيزيكال بارت بس واتس هارد الشيء الاصعب وات ذا سايكولوجيكال بارت اللي هو الاعداد النفسي. والاعداد النفسي ان هو هدفك انك توصل للعيب يبقى عنده حاجه اسمها منتال سترينث. منتال سترينث ازاي يبقى قدره اللعيب دوت على تحمل الضغوطات اللي هو بيقابلها، سواء الضغوطات دي من جماهير، سواء من الكوتش، سواء من زمايله، سواء ميديا. سوشيال ميديا، كل الحاجات دي، ومش بس كده هوت الضغوطات، ويبقى المستوى بتاعه تقريبا ثابت على مستوى الايه؟ مواسم. انت حضرتك ساعات بتشوف هنا لعيبه، ونرجع لكلام حضرتك في المقارنات، ان هو لعيبه ممكن تبقى رائع في السيزون والسيزون اللي بعده تلاقي ايه؟ ما كانش موجود خالص، المستوى نزل. انت بتشوف بقى اللعيبه العالميه ازاي زي ميسي ورونالدو ومحمد صلاح، بس حضرتك بيحتفظوا بهذه المستويات سنين. شوف حضرتك التنافس على احسن لعيب في العالم ما بين ميسي ورونالدو شغال في العشر سنين دي ازاي؟ تمام. ما بيخرجوش طبعا دلوقتي في عوامل سن وكده، ولكن كتر خيرهم ان هم على مستوى على مدار حوالي 12 او 15 سنه اللعيبه دي قادره انها تحتفظ بهذا المستوى الرائع. ده بيبقى من شغل الاعداد النفسي اللي بيبدا من الصغر، بيبدا من الصغر بفكره انك انت تحافظ على الموتيفيشن ويبقى عندك الحافز. الحوافز دايما احنا بنسميها از انفينيتي، يعني النهارده انا كسبت 1000 عاوز يبقوا 2000 يبقوا 5، انا جبت بطوله يبقوا 2000، مش خدت بطوله وخلاص والحمد لله وشكرا وابقى فرحان بيها، تمام؟ واجي على السوشيال ميديا، لا، الثقافه بتاعت الناس دي مختلفه، ثقافه ان انا طول الوقت هم عاوزين يكسروا في الايه؟
في الارقام ويعلوا منهم، لان كل ما بيعمل الكلام ده كل ما القيمه التسويقيه عنده بتعلى، وكل ما دنيته بتختلف تماما يعني.